قلت لا. لا يعني لا، ما برجعش في كلامي. سلام. بعد اللي عمله شوقي اكتشفت اني كنت بفكر غلط طول الوقت. رابط الجريمة بقطع النور، بس اتأكدت ان القاتل ملوش اي علاقة بقطع النور. سلاح الجريمة اثبت لي ان نية القتل مبيتة. خنجر زي ده مستحيل يكون موجود هنا صدفة. القاتل كان ناويله، والظروف ساعدته ان النور قطع، ومعرفته بالمكان سهلت عليه دخوله وخروجه في الضلمة. ده خلاني استبعد شاكر، بس قلت اصبر عليه شوية لحد ما اشوفه هيوصل لغاية فين. واستبعدت كمان سعد، لانه كان من مصلحته ان الحلقه تتذاع عشان ينتقم من خيرت على الهوا ويفضحه. فمن حقي اعترض على اعداد اي حلقه احس انها هتودينا في داهيه. القاتل كان خبير بتفاصيل الجسم البشري. القاتل غرز الخنجر في رقبه القتيل بحيث انه قطع له الحبل الشوكي بضربه واحده. كان خبير بتفاصيل الجسم البشري، وكمان عنده الدافع. شخص بنرجسية خيرت مش ممكن يسمح ان اسم حد تاني يتقال قبل اسمه في الحلقة. وطول ما خيرت موجود، الاحتياطي هيفضل احتياطي.